يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وين ما كنتم انطل عليكم اليوم من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت وتحديدا القناة الرياضية الثالثة برنامج سبورت أكاديمي. هذا برنامج المختص بالعلوم الرياضية والأكاديمية ومع أناس وأشخاص مختصين في مجال الرياضة الأكاديمية. اليوم معاي الدكتور محمد أبو عباس ليحدثنا أكثر عن موضوع الساعة البيولوجية في جسم الإنسان. قبل ما ندخل في موضوع حلقة اليوم باسمكم نرحب بالدكتور محمد أبو عباس، حياك الله معي يا دكتور، سعداء بهذا التواصل معك بالتأكيد. الله يحييك واشكركم على هالمقابلة الجميلة هذه. احنا نشكرك على تواجدك معنا يا دكتور في حلقة اليوم. اليوم دكتور في أولى حلقاتنا معك بنتكلم عن موضوع الساعة البيولوجية في جسم الإنسان. احنا في جائحة ما يعلم متى نهايتها إلا رب العالمين، كثير من الأمور تخربطت في أوقاتنا، ساعات النوم، تعديل النوم، موضوع النوم، متى الواحد يقدر ينام متى ما يقدر ينام، وايد موضوع خصوصا بالنسبة للأطفال والشباب كنا احنا في عطلة صيفية طويلة. خلينا نتكلم عن الموضوع هذا دكتور. طبعا المقدمة مالتك جميلة جدا، لأن هي يعني مثل ما يقولون وضعت النقطة الأساسية على أهمية الموضوع. نعم. السهر وعلاقته في الصحة العامة، صحيح. اضطراب النوم وعلاقته في كل الأجهزة الحيوية في الجسم، نعم. لها ارتباط إيجابي وسلبي على حسب الساعة البيولوجية لجسم الإنسان. الساعة البيولوجية لجسم الإنسان عنصر مهم جدا، وتعتبر مثل المنبه، نعم. اللي مثل الساعة المنبه اللي موجودة عندنا في غرف نومنا مثلا، اللي نعم. نهتم فيها في ساعات متى نقوم متى ننام. فالساعة البيولوجية هي هذه تعتبر مثل المنبه في جسم الإنسان. جسم الإنسان. نعم. طيب دكتور شلون أقدر أضبط هذه الساعة أو أرفع من قدرة هذه الساعة؟ إحنا الآن بكل صراحة نتكلم يعني عندنا عطلة صيفية، وقت فراغ طويل لكثير من أطفالنا من عيالنا من شبابنا، شلون نقدر نستغل هذا الأمر في شيء إيجابي؟ أهم شيء إن أنت تقدر إنك تخلي هذه الساعة البيولوجية تعمل بشكل جيد وبكفاءة عالية، إن هي تعطيها كل اللي هي تحتاجه. شنو اللي تحتاجه هي على أساس هي تنعكس إيجابياً على كل الأجهزة الحيوية والفسيولوجية في الجسم. نعم. اللي تحتاجه إن أنت تحاول إن أنت تنام في ساعات منتظمة مكتملة العناصر بالكامل. مثل شنو؟ يعني المفروض أن أنت تنام 8 ساعات في اليوم. نعم. طبعا هي تختلف عدد ساعات النوم بالنسبة حق الأطفال أو الشباب أو كبار السن. كبار السن. لكن احنا نتكلم بالشكل العام أن ما تتعدى 8 ساعات ولا تقل عن 8 ساعات. نعم. بهذا الليمت تقريبا. نعم. وخصوصا أنه لازم تكون 8 ساعات ليلا. ليش ليلا؟ احنا دائما نقول لأن أهمية الساعة البيولوجية لجسم الإنسان وعملها بكفاءة عالية هو امتصاص كله مع حركة النهار والليل مثل الشمس والقمر. فيجب أن يكون دائما الساعات اللي احنا ناخذها ويكتسب فيها كل العناصر المهمة الجسم من راحة وكفاءة عمل الجسم كل أجهزة حيوية، يجب أنها تكون 8 ساعات ليلا. علشان كذي احنا نقول أن أنت تبي ينعكس هذا كله عليك إيجابيا، ينعكس عليك أيضا في العمل من ناحية التركيز، صحيح. من ناحية الطاقة، من ناحية الجهد. ممكن واحد يقول أنا نايم 8 ساعات، ممكن نايم 9 ساعات أنا وجسمي مرتاح وما بذلت مجهود، لكن لما أروح العمل يكون التركيز عندي قليل، صحيح. وهذا بالنسبة أيضا حق طلبتنا وطالباتنا اللي الحين يعتبر أنه بالفترة هذه اللي هي كورونا، نعم. النظام الأونلاين التعليم الغير مباشر، صحيح. ممكن أنه صار عندهم بعض اللخبطة أو الخربطة في عدد ساعات النوم، صحيح. فخصوصا أن المعلم ما يكون متواجد مثلا بالأمام على أساس ممكن ينبهك متى ما شرد ذهنك، صحيح. أو صار فيك عدم تركيز، فمجرد لابتوب مثلا أو آيباد وأنت تتواصل وياه، فممكن أن أنت ما تركز بشكل كبير، صحيح. فعشان كذي هذه رسالة نوصلها حق كل أولياء الأمور، نعم. أنه يجب عليكم أن أنتوا تعطون أولادكم كل اللي يدرسون. نخلي الرسالة من بعد الفاصل، إيش رأيك؟ نأخذ معك فاصل ومعكم مشاهدين فاصل قصير ونكمل حوارنا مع الدكتور محمد أبو عباس والساعة البيولوجية في جسم الإنسان في ظل جائحة كورونا. من بعد الفاصل نكمل معكم الحوار إن شاء الله. وارجع معكم مشاهدينا من بعد الفاصل وحوارنا مستمر مع الدكتور محمد أبو عباس والساعة البيولوجية في جسم الإنسان في ظل جائحة كورونا. الدكتور كنت بتوجه رسالة لأولياء الأمور فيما يخص هذا الأمر خصوصا احنا في عطلة صيفية طويلة، تفضل دكتور. ف
فالرساله دائما احنا نوجهها حق اولياء الامور. نعم. ان يخلون الاولاد دائما في بيئه سليمه للتعاطي مع الاونلاين. نعم. مع المعلم، لان المعلم ما هو موجود وفي اتصال مباشر معاه، ممكن ينبهه في حاله مثلا شرود الذهن مثلا وعدم التركيز. صحيح. فعشان كذي احنا بنوفر لهم المكان الجيد اللي فيه سلامه جيده للتعامل من خلال التعليم الغير مباشر. نعم. وايضا يجب علينا ان احنا يعني نحاول ان نشد عليهم ان هم دائما ياخذون عدد ساعات كافي من النوم، ونركز على انها تكون في فتره الليل، عشان هذا كله ينعكس ايجابيا على الساعه البيولوجيه لجسم الانسان، ويكون هو في ساعات الاستيقاظ في طوال اليوم. نعم. تكون في كفاءه عاليه. عاليه. طيب دكتور، متى اخر وقت اقدر اقول ان هذا اخر وقت عندي على اساس اني اخذ الكفاءه العاليه من الساعه البيولوجيه؟ سؤال مهم جدا ومميز جدا، لكن احنا لازم نشوف متى ساعه الاستيقاظ على اساس احنا ناخذ الفتره كامله. يعني هو يفضل ان ما بعد مثلا 7:30 8، يعني بعد المغرب بساعه بساعتين ممكن ان انت تنام. نعم. ودائما احنا نقول ان بدايه وقوه الساعه البيولوجيه لجسم الانسان ان انت تكون في كامل الطاقه هي ما بعد الفجر. يعني انت اذا تنام بكر مثلا راح تقعد ما بعد صلاه الفجر مثلا. صحيح. طاقه ونشاط. عشان كذا احنا دائما نلاحظ ان دائما الاوروبيين اللي يعملون بجهد وبتركيز عالي. صحيح. وبعطاء قوي جدا، تلقاهم دائما يقومون بعد الفجر مباشره يمارسون الرياضه. صحيح. لان جسمك يكون مستعد كامل حق اي عطاء، ان كان رياضي ان كان ذهني ان كان نفسي، خصوصا اذا انت تكون معطي اساسا ساعات نوم كافيه وتكون ليلا. نعم صحيح. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن الاثار السلبيه الخاصه بهذا الامر. يعني اذا ما كان الواحد ساعته البيولوجيه متلخبطه مثل ما نقول، اثار الامر هذا عليه؟ طبعا الاثار انعكاساتها سلبيه كبيره جدا. اول شيء انعكاس ذهني، ما يكون عنده تركيز. تختلف، عفوا دكتور، تختلف من اللاعب من الشخص العادي 100%. يعني على حسب انت بشنو تستخدم مجهودك اليومي. يعني مثلا الطلبه اهم شيء عندهم مثلا خصوصا في الوضع الحالي هو التركيز. صحيح. فيكون السلبيه عليهم انعكاسه سلبي كبير عليهم على الناحيه الذهنيه. نعم. وعلى ناحيه التركيز، وايضا على ناحيه فهم النقاط. نعم. فعشان كذي تشوف ان بعض يقول لك انت ليش كنت مثلا ايام ما كان في دوام عادي كنت أذكى من كذي. هو ما له علاقة نسبة الذكاء، لكن له علاقة اللخبطة اللي قاعد تصير أساساً عندنا في النوم في كذا. لكن في انعكاساتها هذه كبيرة أيضاً حتى على الناحية الغذائية. نعم. لما يكون أنا يومي أساساً مو منظم كساعات للنوم وساعات الاستيقاظ، تلقى وقت مثلا الافطار مو موجود، متاخر اي متاخر. صحيح. وهذه تعتبر من اهم الوجبات، فهذا ينعكس ايضا سلبي على الناحيه الغذائيه. واذا صار سلبي على الناحيه الغذائيه راح ينعكس ايضا سلبي على كل الاجهزه الحيويه في الجسم، وايضا على الناحيه الصحيه. فانعكاساتها السلبيه تنعكس على الناحيه النفسيه وايضا بدنيه وايضا عضويه. فانعكاساتها سلبيه كبيره جدا. عشان كذي احنا دائما ناكد ان هذه الناحيه وايد مهمه وتنعكس ايجابيه على كل الامور الباقيه. نعم. طيب دكتور، كونك مختص في هذا المجال ولك معرفه شامله، شلون نقدر نسيطر على الامر هذا؟ يعني شلون انا كولي امر، ما بيقول الان على الاطفال، احنا او نوجه رساله الى الاطفال كون اولياء الامور قادرين يسيطرون على اطفالهم، لكن الشباب اللي التينيجرز وما فوق، شنو الرساله اللي توجهها لهم يعني انه خاصه في هذا الامر؟ اهم شيء انا الحين اوجهه لهم الابتعاد عن التواصل مع التلفون او الاجهزه الذكيه في الساعات القليله اللي قبل النوم. يعني يفضل ان قبل النوم بساعة ونص انت تبتعد عن الموبايل نهائيا. طبعا، لان انعكاسات الاجهزه الذكيه على الشخص خصوصا في فتره النوم تسبب له اضطرابات في النوم، واضطرابات كبيره ممكن تخليه يوصل مرحله الارق. نعم. من السهر ما يقدر ينام، تلقاه هو مثلا رايح حق سريره مثلا في الساعه 9 مثلا يبي ينام، تلقاه من يمسك الموبايل ويتواصل معه وانعكاس الاشعه عليه والتواصل الاجتماعي والانعكاسات السلبيه اللي ممكن تجي لك من الاجهزه الذكيه دايركت راح تطير من النومه، وراح تلقاه ما راح يقدر ينام. فرسالتي اوصلها لهم، ابتعد عن الجهاز الذكي قبل ساعة ونص من فتره النوم، وحاول تاخذ استرخاء وتفكر بافكار جيده وسليمه، وتحاول ان تخطط حق يومك القادم بشنو تفكر فيه، كذي راح توصل حق مرحله النوم بهدوء. واحنا اخذنا منك امور ونقاط جدا ايجابيه في حلقه اليوم، كل الشكر للدكتور محمد ابو عباس على تواجدك معي يا دكتور في هذه الحلقه، اسعدتني وشرفتني بالتاكيد. الله يسلمك. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم وصول مشاهدينا
على طيب المتابعة. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم مع الدكتور محمد أبو عباس، على أمل أن نلقاكم في حلقات جديدة من سبورت أكاديمي ونصائح رياضية أكاديمية أخرى. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.